مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي مستمعي برنامج بلنتي عبر إذاعة وتلفزيون المارينا. حياكم الله في الساعة الكروية اللي بإذن الله بنستمتع فيها ونتحدث عن كرة القدم المحلية والعالمية. طبعا ليالي دوري أبطال أوروبا تعود من جديد، ويمكن من خلال الليلة هذه نعرف بعض المتأهلين للدور القادم في الشامبيونز ليج دور 16، وأيضا نتحدث عن عدة أمور حتى عن بطولة كأس الاتحاد الأسيوي مغامرة العربي واللي تبدو صعبة نوعا ما وراحت عليه فرصة أنه يتصدر، ولكن فرصة أنه يكون أفضل ثاني موجودة إلى الآن. ونادي الكويت اللي اليوم راح يلتقي مع الاتحاد السوري في تمام الساعة 7 مساء في الكويت. طبعا خلوني أرحب في رواد البرنامج الغالين سهيل حويك، حياك الله. يا هلا وغلا، هارد لك بالتأكيد للنادي العربي، ونتمنى الأفضل لنادي الكويت على المستوى القاري. تحية إلى هاني وزيزو والكابتن محسن وأيضا إلى مالك. الله يحفظك، الله يحفظك يا سهيل. أبو عبد الله محسن غانم حياك الله. الله يحييك أبو عدنان، مسي عليك على سهيل وزيزو وهاني والمستمعين والمشاهدين، ومساء السيتي الذي سيكون أول متأهلين لدور 16. نعم، هذا تصريح من أبو عبد الله أنه يرشح السيتي للتأهل لدور 16 ويكون أول متأهلين. طبعا في مجموعة، أكيد مجموعة باريس دورتموند نيوكاسل هذه أو ميلان، هذه مجموعة يمكن غامضة نوعا ما، وممكن وأنا ما أتمنى هذا الشيء أن ميلان تصعب حظوظه في حال أنه خسر اليوم باريس، وميلان قاعد يعاني الأمر ذي. شوف أنا هذه ترى على ميلان، تيشيرت هذا على ميلان لابسه يعني أساس. يلا باي شباب، بس شوف لا 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 على ميلان. الناس اصبر زين لا صدق صدق أتمنى ميلان. تدري ليش؟ ودي أشوف مواجهة نارية في دور 16 ميلان وبايرن ميونخ. احنا ودنا يا لحظه 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 احنا ودنا لا لا لحظه والله ودنا ودنا ميلان يصعد لحظه ما تدري ممكن كل شيء لحظه شنو سهيل اليوم لما ريال مدريد بايرن ميونخ بتقلي مواجهه ناريه، سيتي ريال مواجهه ناريه، ميلان بايرن مواجهه ناريه، اي ناريه يا سهيل ما يعني تكبروا الكلام، ما خلي الكلام على قده. اثنين وعندهم 13 شامبيونز ليج، لا مش حابب احكي لما نتكلم على مستوى 13 شامبيونز ليج لا ايه بالتاكيد على 7-6 اوكي الالقاب، ولكن على المستوى الحالي لا ما عليه اسمح لي فيها. لا المستوى الحالي ليزر 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 رجاء ماشي العادي عادي، ما اسمح لي احد والله العظيم والله العظيم ملك للاسف يعني مداخلتك صح ابو عبد الله، عندك توافق حسي بدني ذهبي عبد الله لازم اهد النفوس. هل هو يعني قاري الخطه انه في قطه او شيء؟ اي واضحه قطتك يعني شيء. انت زيد جت لنا من ميلان وين؟ الرابع الاخير يعني، اليوم اذا خسر يطلع برا. ترى الحظوظ متقاربه الى الان والله. شوف تبي تحسب نقاط؟ نعم كلامك صح، يعني لو نفرض اليوم ان الميلان خسر حلو بتصير اصعب واصعب، ويا دورتموند تعادل مع نيوكاسل نعم راح يصير ميلان 2 ايوه نيوكاسل ودورتموند 5 يعني تكون الحظوظ موجوده وعنده مواجهات معاهم. نعم فمصيره بيده راح يكون اي لا مصيره مو بيده، حتى هو اول شيء لازم يفوز عليهم يوصل نعم. للنقطه الثامنه ومن ثم ينتظر نتائج هذول. في احد راح يوصل 8 منهم لانهم على الخمسه خمسه، خلينا نقول خسروا لعبه لعبه كل واحد باقي له لعبه، فهني تنتظر عاد ندش في حسبه لو احد وصل لثمانيه منهم راح يكون مواجهات راح تكون بعدين اهداف لا وعلي والامور هذه. نعم فحتى ترى مع خساره ميلان بشرط ان لا يفوز احد من نيوكاسل او دورتموند، لان ذيك الساعه راح يوصل لسبع نقاط وراح تصير فرق 5 وصعبه عليه. نعم صحيح ممكن، بس كنا هو سهيل نعم من كلامه ذاك اليوم قال المفروض انه يروح دوري المؤتمر عدل هذا اللي بيكون اللي بيحل المركز الرابع. لا الرابع يطلع برا كله. يا ما انا كنت مفروض انت تقترح على اليويفا يعني انا اكثر على تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي انه الرابع يعني يروح على دوري المؤتمر والثالث على اليوروبا ليج. بس الرابع اللي احتل مركز رابع بصراحه مع احترامي له ما يستحق بعد يلعب اي مكان، ما يجي على الدوري ما له احسن. سهيل في ناس راح ترفضها، شوف اليوفي يحمد ربه على موضوع قانون اللعب المالي النظيف لانه قدر انه يلقى مخرج عن موضوع مخرج حتى ما يشارك كليا دوري المؤتمرات. يا اخي اليوفي هذا اقسم بالله بسبع ارواح، انا ماني عارف صراحه. شوف العالم كله تنتقده والمدرب واللاعبين، والمشكله انه شو يوم خذ الدوري طيحوا درجه ثانيه على شنو يوم العام 15 نقطه خذوا منه، يعني كان ممكن على الشامبيونز ممكن ينافس ممكن كان نعم، مع ان نابولي رايح نقول يتاهل الابطال ويحل اي 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 كان ممكن على الراحه يتاهل الابطال. لك بس في شغله انا دائما بقولها برجع اقولها بس للتفكير،
انا ضد فكره انه الثالث بدوري ابطال اوروبا يروح يوروبا ليج، ليه؟ لانه هيدا بيكون فاشل حل المركز الثالث، فعطيته فرصه لكي يحقق اقله لقب على المستوى الاوروبي. بتقول خيي عوض نوعا ما بالوقت اللي مثلا عندي. كلامك صح، هذه احد الفرق سواها ما ادري. شبيليا، شبيليا تشيلسي كمان مره، وشبيليا نعم. صح تشيلسي صح، غادر من دور طلع كثالث حلو نعم. اوكي هلا بنهايه البطوله هيدي شفنا تشيلسي عم يحتفل واشبيليا عم يحتفل، احتفلوا وهيدا مجد شخصي واضيف الى سجل لقب اوروبي. طيب الفريق الذي يخرج من دور ال16 ليش ما بتعطيه فرصه؟ ما هو انجح، هو انجح من اللي بالمركز الثالث واعطيته فرصه يروح على يوروبا ليج ويمكن يحقق لقب اوروبي، يمكن منطقي صراحه ثانوي، ولكن منطقي ولك دور ال16 انا ماني مقتنع بكلامه. لا يعني دور ال16 انجح، انجح ما مفروض هذا تعطي دور المجموعات هذا اسوء طالع يعني ما في شيء لما يعطي فرصه حق الفرق هذا، يعني هو جاي مستوى عالي، انت مو بنفس المستوى اللي يعني الليفل، لكن انت نزلت مستوى خلينا نقول متوسط. نعم فمن حقه انه ياخذ فرصتك يعني كمكافاه له في مشاركته في الشامبيونز. ما تحس انه هدفه تسويقي؟ تسويقي ان اليوم هو ما في مجال، ما في مجال كله 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 نتكلم فيه. الأمور الآن قاعد تتطور على مستوى مو بس يعني ممكن الفني وايد تراجع. نعم. حتى لو تلاحظ مستويات، حتى لو تلاحظ على مستوى اللاعبين، لكن راح تي كلامك صحيح تسويقي، يبحثون الآن عن المادة، ولذلك في أفكار كثيرة في المستقبل. يعني يقولك يمكن يطيح لبرشلونة وعنده جماهير، ممكن يطيح ليفربول، تشيلسي، فيقول أنا قوي جماهير. مالك مالك الحين الرياضة صارت مادة، وهذه حقيقة، المادة طغت، كثرة البطولات وكثرة المباريات وكثرة التصفيات. كاس العالم كم وصل الحين؟ 48 حق شنو؟ من زين الفرق عاد هذا اللي صاعده الحين، هذه من أول لعبتين ثلاث تمشي. لا لا كلمك جد، يعني هو كله تسويقي، نظام انتخابات، استفادة من أصوات. صحيح إيه فانتينو قوى نفسه ترى كل هذه الأمور أفريقيا ناهيك عن المادة رقم واحد عندهم، يعني هم جامعين عدة نقاط في مكان واحد ومستفيدين منه، فعطهم مجال، خل يأخذون فرصة وخلي العالم يتعرف عليهم. يعني مع احترامي، مع احترامي حق قطر مثلا، قطر لما نظمت شنو كان هدفها؟ هدفها ان العالم كله يعرف قطر، هذه شغله اعلاميه صحيح، وحتى على المستوى المادي وحتى على المستوى الاعلامي، كل هذه امور انت لما تنظم بطوله راح تعرف نفسك شنو امكانياتك وقدراتك كدوله قطر او كمملكه عربيه سعوديه. السعوديه قاعده تشتغل وتتعب وتعمل الان خلال هالسنوات القادمه، راح تظهر للعالم ان انا مكانتي وين صارت بناء على العمل اللي قاعد يعملون فيه. صحيح صحيح كلامك ابو عبد الله. عموما عندنا بريك، خلونا ناخذ بريك ونرجع لكم مره ثانيه. فالنسي دوري ابطال اوروبا. عودة مرة أخرى والحديث عن دوري أبطال أوروبا، هذه البطولة ممتعة. خلوني أذكر في أرقام البرنامج 22-20-94، أرقام البرنامج 22-20-94 للي حاب يشارك، للي حاب يطرح وجهة نظره، واللي يقول توقعاته حياه الله، وأكيد رواد البرنامج بيكونوا موجودين في حال وجود أي سؤال من المتصلين. سهيل خلني أبدأ معاك في مواجهة دورتموند ونيوكاسل. نعم. أنا راح أخذ لك الفريق الألماني دورتموند، واللي قدر ينتصر على نيوكاسل في مباراة الذهاب، انتصر 1-0 في ملعب نيوكاسل، أما الآن مباراة الإياب، بس فريقك كان قاسي جدا على دورتموند، هل الخسارة هذه بتأثر عليهم أمام نيوكاسل؟ بس بصراحة تجاوب. أكيد بصراحة، أنا دائما صريح، يعني أنا إذا بقول لك بحبك كابتن بحبك. يا سلام. أنا أدري بس سلام عليك. أثرت؟ راح تأثر يعني اليوم؟ هلا بنشوف. ولا متعود وهي خسر؟ لا 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 بالعكس. لأن حسب الإحصائية آخر 11-12 لقاء ما فاز على الباير، وكل خسائر وتعادل واحد. يا ساتر. اي يعني افضل نتيجه تعادل. اي انا يعني انا قصدي اني بقول متعود مثلا. نعم. ما راح ياثر علي، هذا قصدي. نعم. سهيل شو تقول؟ شو اللي شايفه في اللقاء هذا؟ احنا معطينك الفريق الالماني سهيل. يعني على ارضك وبين جمهورك. ايش دعوه يحبهم عاد؟ خارجيا. خارجيا يترك كل الخلافات.
هلا خلص خلصته فيني جاي. سهيل انا مشكله ايش قاعد اسوي؟ اشوفك ساكت اكمل السؤال. لا انا ما انت سالت وانت جاوبت. لا انت ضايقت من تدخلي بصراحه. سويت عمليه ديلي. لا ما بدي اقسم بالله. تدري شنو اقصد؟ اقسم بالله ما بدي. لا والله تدري شنو اقصد؟ والله العظيم قاعد اكلمك جد. انا اقصد ان تاثر من دورتموند. ما راح اجاوبك ما راح تخلوني اجاوبكم. لان الاحصائيه تقول 12 11 مباراه ما فاز على الباير كله خسائر وتعادل واحد. صحيح. واخرتها 4-0. هذا القصد يعني. طيب عنده نوعيه لاعبين مدرب انه يقدر يتغلب نفسيه في ظل الفتره هذه البسيطه على المستوى الاوروبي انتقال من بطوله لبطوله. حلو. مو عاجبه. لا يعني لحظه هلا بصراحه نحن اذا مالك عندك فرصه بدك تغيب في الكابتن يقدم. صراحه سؤال وجواب فرض وقت. لا سؤال وجواب على هذا يضايق. سؤال وجواب عبد الله يضايقك الشيء. لا مو مضايق هو الحين قطع بيننا بس ابو عبد الله صراحه. سؤال وجواب لاعب تبريره كسر خط الدفاع كامل. كسر هي نفس تشيلسي وتوتنهام. تشيلسي وتوتنهام دفاع المتقدم. دفاع متقدم قوله وقوله يا اخي شيء والله العظيم قاعد اكلمك جد هذه مداخله يا اخي مش تعطيش. هل تسمح لي بتضايق؟ لا انت متضايق؟ لا انت سالت عن دورتموند شهر الطب بدورتموند. زين انت متضايق على كلامك؟ ابدا ابو عبد الله ابدا. لا بالعكس بالعكس هذا الاعداد الصح يا ابو عبد الله. زين ليش هو متضايق وليش يصير مقدم؟ لانك طقيت دورتموند. تفضل خلاص. عاد لا طق باير شو تسوي؟ هذا الجار بس. هو قاعد يدور الحين شو اسمه؟ بعرف شفته يقلب الاوراق عشان شيء طولت بالسؤال. تفضل. مش عامل لي شيء انا بجاوب بس انه انت عم تحكي. مخرجنا هاني يقدر يطلع الاوراق يا جماعه. يا جماعه اذا مداخلتي غلط انا اعتذر. لا لا ابو عبد الله ما اعتذر. انا اعتذر من السهيل. لا ما اذا التدخل هذا ضايقه. لا بالعكس برنامج حواري وحوار مفتوح. شوف الاوراق شوف الاوراق ابو عبد الله. شايف مش اوراق لا افتش على شغلك. هذا يعني يا جماعه شوف هذا سهيل طالب الاداره تجيب لك مكتبه. تحضير سهيل رائع صراحه الحلقه هذه يعني ما شاء الله خصوصي. يبر عيال 25 سنه 25 سنه بالاعلام. اي ما شاء الله عليه. تفضل سهيل. انه الصراحه اللي قاعد هون بالحلقه واحده وعش انا اللي واحده وعيش عندي اول خمس دقائق من تكارلو. اول خمس دقائق من تكارلو. يبقى في اذان في منتكارلو يعني انا هلا اللي قاعد هون 21 دقيقه اوكي بعد ما حكيت كلمه. عفوا عليك. تفضل تفضل يا سهيل. طب تسمحوا لي احكي؟ تفضل يا سهيل انا صار لي ساعه ساكت. لا اليوم هو اليوم في شيء. ما في شيء بالعكس. في ما المرونه مو موجوده اليوم. بالعكس. تفضل سهيل. اوكي شكرا مالك على الوقت. اعتذر منك اخوي مصطفي. ما انا اذا انا بزعل بالكم بزعل. سهيل تفضل. يا خلص اكيد فيني جاوب. تفضل ترى الهواء ما يصير فيه هدوء ثانيتين. تفضل سهيل. اليوم لما بنحكي نحن دوري محلي نعم بنحكي دوري ابطال اوروبا كل شيء بيتغير وخصوصا على مستوى الفرق الكبرى خصوصا على مستوى الريال في عده مرات يكون على مستوى المحلي عم بيعاني ولكن شخصيته بتختلف على مستوى الابطال البايرن نفس الشيء نعم. فاذا اليوم انا بدي افصل دورتموند على المستوى المحلي وعلى المستوى الاوروبي اليوم دورتموند لما يتغلب على نيوكاسل في ارض نيوكاسل هذا بيعني انه طب كيف هيدا خسر مع بايرن 0-4 على ارضه وفاز على نيوكاسل على مستوى دوري ابطال اوروبا تختلف الشخصيه كليا هذا سؤال نعم بس هذا جوابي نعم اي هذا كان سؤال ابو عبد الله ابو عبد الله ترى مايكك مو شغال هذا قاعد يطفي هناك انا شغله يطفي نعم ابو عبد الله شنو رايك برد سهيل؟ على صراحه مو نعم. مقنع يعني يا ليزر لا طفي المايك الله يرحم والديك رد سهيل مو مقنع بالنسبه لي أيه؟ لأنه هو ما بلع أول شيء سؤالي لما أنا سألته واتهمني إن أنا قاعد أقسم بالله ما نزعلين الإجابة أبو عبد الله الإجابة مقنعة الإجابة يعني شوف أنا سألته بحكم إنه ضليع هو بالكرة نعم. الألمانية نعم إنه يجاوبني في النقطة هذه حلو هو الآن قال لك دورتموند قادر نعم على أن يفصل الدوري عن الأبطال أنا ما عندي معلومة عن دورتموند في الأمور في النقطة هذه هذه نقطة مهمة جدا لما أنا خاسر كلاسيكو 4-0 وقبلها فايز على نيوكاسل في ملعب نيوكاسل نعم. ما أدري شنو نفسية اللاعبين ما أنا عارف شنو راح يصير في مباراة الليلة لكن بما أنك على أرضك وبين جمهورك ممكن أن عقلية اللاعبين أو المدرب
انه يفصل الدوري عن الابطال، وممكن اليوم انه يسعون وعارفين ان المجموعه هذه صعبه جدا، حتى يمكن التعادل اتوقع انه ما راح يرضون فيه. طالما انا فزت على ملعبه، ليش ما افوز على ملعبي واحسم الموضوع، خصوصا على المركز الثاني، وما تدري يمكن يصير الاول اذا ما خسر باريس. فكل هذه حسابات. انا هني نقطه ان نفسيه اللاعبين، جاهزيه اللاعبين، هل في اصابات، هل في امور اخرى، هذا اللي انا اقصده. لان يظل نيوكاسل يعني شرس، وهذا شفناه لما لعب في سان سيرو مع الميلان. نعم. وتعادل 0-0، انه ما استقبل هدف. نعم، هذا اللي انا اقصده. زين، والله من وراء القصد. ابو عبد الله، فوزهم على ارسنال شلون تشوف تاثيره على المباراه هذه؟ نيوكاسل، نعم نيوكاسل، نيوكاسل قادم من فوزين على افضل او اعرق الانديه، فاز على يونايتد 3-0. نعم. وفاز على ارسنال 1-0. يعني اعطى ارسنال اول خساره له في الدوري، ولازم احنا نبين ان المباراتين هذول ما استقبل اي هدف، وهو الان سادس الدوري بينه وبين المتصدر 7 نقاط، لكن خسر في الابطال المباراه السابقه، مو بس امام دورتموند، خسر ايضا المركز الثاني بفارق المواجهات. يعني اليوم لما تيجي حق مثلا نقول التعادل، ولو تعادلوا مثلا بالنهايه بالنقاط، راح يكون في فوز لدورتموند وفي تعادل، ما راح يكون لصالحه. فلما تيجي حق نيوكاسل لازم يحسم المباراه اليوم لصالحه. انا اشوف وجهه نظري التعادل او الخساره طبعا راح تضع في حسب معقده، لكن اليوم دورتموند بالذات، لان دورتموند مشاركه بالمركز الثاني. نعم. وهو ما هم مرشحين، راح يكونون كمركز ثاني ما لم تحدث مفاجاه من ميلان. نعم. فكل شيء وارد، فمجموعه صعبه جدا، من اصعب المجموعات هذا الموسم. نعم. ولا زال زيزو يضحك. نعم، مو خليني اركز. زيزو دائما عنصر توتر. سهيل، باريس في مباراه الذهاب شفنا شلون انتصر على ميلان وما وجد اي صعوبه في هذا الانتصار. الان يواجه ميلان، طبعا شفنا فيديو ليبيولي يطالب الجماهير بالتفاؤل ويقول انه وكيف في تفاؤل، ولكن النتيجه الاخيره لميلان يعني مو بس بالشامبيونز، حتى في الدوري اول فوز لدينيزي عليهم وفي السان سيرو، ما طمن عشاق ميلان يا سهيل. اول شيء بدنا نحكي نحن عن الميلان، 4 مباريات على التوالي، في 3 خسائر، متعدين مره، الارقام سيئه جدا على مستوى التهديفه. صح عم يلعبوا على ارضهم، ولكن لم يثبتوا انه هن فريق قادر على المضي قدما، سواء على مستوى الدوري وسواء على مستوى اوروبا. هناك مشاكل كثير كبيره بالفريق بحسب التقرير الوارده من ايطاليا. بعد نهايه المباراه الاخيره اللي خسروا فيها امام اودينيزي، فقط 8 لاعبين توجهت الى الجمهور لتحيه الجمهور، ما ادى الى هجمه كثير كبيره من مشجعي ميلان على الاداره، على لاعبي الفريق. حتى هناك انتقاد داخل غرفة تبديل الملابس على هذا التصرف غير لائق بهذا النادي. اليوم أيضا لما تطلع أنت على ميلان وتشوف التشكيلة، يعني لا، يعني لا يوجد أي لاعب يرتقي إلى المستوى علني، ما في إلا لاعب واحد اللي هو الياو، والياو أيضا هناك مشاكل كتير كبيرة شفناه نحن بالمرة الأخيرة لما صار في التبديل. البعض قال بأنه كان حانق من الحكم، والبعض الآخر كان حانق من بيولي. هناك تقارير ذكرت بأنه الياو في خلينا نقول بالدائرة القريبة منه ندمان، لأنه لم يقبل بعرض ريال مدريد أو برشلونة أو حتى أحد الأندية الإنجليزية. بس سهيل، ضد نابولي واضح وضوح الشمس، يقصد المدرب، يقصد المدرب هيدي. نعم. 100%. فاليوم وضع الميلان عموما غير صحي، وأنا برأيي مباراة أمام باريس سان جيرمان سوف تكون مفصل، أو يتخذ منها أرضية صلبة للانطلاق نحو الأفضل، أو يتعرض لهزيمة جديدة، وسوف خلينا نقول الوضع رح يكون أصعب. وهون نحن نطرح علامة استفهام على قصة بيولي. إذا بتسمح لي بعد في كلمة. نعم. إبراهيموفيتش كمان تواصل مع إدارة ميلان، يريد أن يكون له دور فعال على مستوى الفريق، عمل إداري، عمل. نعم. عمل فني، ولكن أنا برأيي حضوره ما رح يفيد الفريق. البعض يقول لك أن إبراهيموفيتش لما رجع لهم مرة ثانية أثر، والفريق تأهل تشامبيونز ليج وبعده حقق الدوري، فيقول لك لها تأثير نفسي، ممكن قائد يكون موجود، كان لاعب، ممكن شاف الله لياه وتمرد على المدرب.
يكلم لي أو يعطيه نصيحه يعطي نصيحه الجيرو مثلا نصيحة. حتى الجيرو عصب على المدرب. طب ليك يعني نحن بدي اعرف نحن قاعدين ب شو بسموها وين روضه قاعدين بالروضه بالمدرسه يا اجي اجي ابله ابله يرفعوا ايديهم للطلاب عند عم تحكي بالنادي اداء على مستوى احترافي عندك انت الدوري الايطالي حتى لو كان في هبوط بالمستوى عند الفرق ولك دوري شو هالهيدا انا بتجيب ابراهيموفيتش حتى يرفع من معنويات اللاعبين شو هالحكي هيدا انتم محترفين بدكم تتحملوا المسؤوليه نعم وانا بشوف اذا اليوم الباريس سان جيرمان تفوق على الميلان في سان سيرو يجب اتخاذ قرار على مستوى التدريبي نعم وعبد الله انا قبل لا ادخل معك في تفاصيل المباراه بدخل معك بجزئيه ابراهيموفيتش وعوده ابراهيموفيتش يعني حسب الاخبار انه ممكن يرجع كوظيفه تدريبيه مع الطاقم الفني مع الطاقم الاداري سهيل قال يعني يشوف انه ما لها تاثير البعض يقول لك لا والله وحتى لما رد وكبير في العمر كان له تاثير شو اللي شايفه هو له تاثير داخل الملعب فشلون ما له تاثير برا الملعب نجم مثل ابراهيموفيتش اكيد راح ياثر على هو يتكلم سهيل عن الاحترافيه يعني انت مو في دوري هوات عشان تجيب واحد يرفع معنويات ولا هذا انا اتفق من هالناحيه لكن ما يمنع هذا اي شيء الميلان يحتاج اي شيء ايجابي الان يساعد على عوده الفريق خصوصا من الناحيه المعنويه وهذا شيء ايجابي بالعكس انا ما اشوف انه لكن الميلان انا اشوف مع بيولي يعني قاعد يعاني صراحه وضعيه صعبه سواء على المستوى المحلي او الاوروبي خاصه بعد ما تصدر تراجع المركز الثالث حتى على المستوى الأوروبي هو متذيل الترتيب بتعادلين وخسارة كبيرة السابقة أمام باريس بثلاثية لم يسجل أي هدف في ثلاث مباريات أي نتيجة اليوم غير الفوز راح يكون في وضعية معقدة الحقيقة أنا قلت لك مساء آخر جولتين يعني إذا خسر اليوم آخر جولتين ما عنده إلا أن يأخذ الست نقاط وينتظر نتائج بمعنى يعني تعادل الفرق الليلة راح يفتح الباب له حتى لو يخسر يعني مثلا احنا انا ما ودي خسر بصراحه ودي الميلان يتاهل وانا دائما كنت اقول لك اتمنى الفرق الكبيره تكون موجوده في دور 16 حتى لو هي مو بصحتها مو مستواها مو قوتها لكن كاسم او كجمهور كاعلام كاضافه وشفنا احنا الموسم الماضي لما الكل ما توقع ان الانتر يوصل ممكن القرعه شوي خدمته لكن بالنهايه وصل وقدم إن ما هو يستحق أنه يكون في النهائي فيعني المجموعة هذه صعبة جدا أنت لما تيجي حق باريس 6 دورتموند 4 نعم. نيوكاسل 4 ميلان نقطتين أنا لما أي أتذكر إيطاليا أخذت كاس العالم صعدت من المجموعة في ثلاث تعادلات تأهلت بفارق هدف ومن ثم قضت على الأرجنتين على البرازيل ألمانيا وخذت كاس العالم فالإيطاليين ما تعرف يعني حتى في اليورو الاخير هذا ما حد رشح بس يا اخي ميلان الفترات اللي طافوا ما يعطيك الانطباع الايطالي هذا ابو عبد الله الانتر يعطيني هالانطباع والله شوف انا الانطباع شفناه في 2010 شوف انا عندي ميلان كلامك صحيح انا عندي الميلان يختلف عن دورتموند لما يكون جاي من خساره ويدش في الابطال ميلان عنده الخبره عنده اللاعبين يشعرون في تاريخ وارث النادي فكل هذا ينعكس داخل الملعب وشفنا الموسم الماضي وصل لي قبل النهائي فلا تستبعد انت ممكن اليوم حتى لو يطلع بنقطه هم ممكن تكون لصالحه ما تدري صحيح المجموعه هذه اتوقع 80% 90% تنحسم في اخر جوله في الجوله الاخيره نعم مع فرصه الكبرى لباريس باريس نعم باريس اذا فاز اليوم خلاص راح تكون يعني باقي له نقطه وبعده صحيح يتاهل سهيل باريس تشوف ان وضعه تحسن يعني مقارنه مع بدايه الموسم لك اليوم لما بدك تحكي عن هذا النادي بدك تاخذ بالاعتبار عده امور مثلا اللاعبين يلي رحلوا عندك نيمار فيراتي فاينالدوم ميسي وراموس هيدي اسماء ما سهله بالمقابل اللاعبين يلي وصلوا عندك مواني يلي اضاع اخر ركله مش اخر ركله اخر هجمه امام المنتخب الارجنتيني ديمبلي لوكاس هرنانديز سكرينيار وأسنسو يعني عندك عدد كبير من اللاعبين اللي اجوا كلها لاعبين اساسيين وبالتالي يجب علينا ان نمنح بعض الوقت لانريكي حتى نشوف وين بده يوصل تعرض لتعثرات عده وتحديدا امام نيوكاسل بالابطال وايضا بانطلاق الدوري حتى بالدوري اليوم
اذا مبابي ما كان عم بيشارك ممكن يتزعزع اكثر فيه، ولكن مبابي عنصر اساسي بالفريق ونحن لازم نقر ونعترف. معدل اعمار الفريق 25.6 وهو معدل اعمار رائع، يعني يبين انه ما انه انه هناك صفحه جديده سوف تفتح فيها هذا النادي. القيمه السوقيه للتشكيله هي فوق المليار، يعني فوق المليار يورو. وبالتالي انا برايي وصول باريس سان جيرمان إلى دور 16 هو حق دور ربع النهائي واجب، دور نصف النهائي إنجاز، الفوز باللقب بالمرة الثانية هو حلم. نعم شوفوا حلم إنه حقق. أي نادي نادي يمتلك لاعب مثل مبابي مستحيل يطلع من المجموعات لو غير باريس. إنما في أدوار متقدمة راح طبعا يبين الطرف الآخر من اللاعبين اللي معه. نعم عموما عندنا اتصال من حامد حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة، حياك الله حامد. تباتم جميعا. الله يحفظك، حياك. أنا بس أمس والله تفاجأت لما قال الكابتن محسن أن أنشيلوتي جبان. ليش جبان؟ نعم جبان لأنه 0-0 وفريق ما هجم عليك ولا هجمة، والشوط الثاني بالدقيقة 20 تغير طريقة اللعب، تلعب ثلاثة جدا. لا كابتن محسن المفروض تبدي من بداية الشوط الثاني. لا كابتن محسن انت قلت عن جبان مو داش انه مو قادر يكلم الاداره يجيبوا لاعبين. هذا موضوع خالصين منه. نعم. لا انا اتكلم في نقطتين، هذه نقطه الاداره خالصينه. نعم. ما يقدر يناقش، لو يبون له اي واحد لا مو مشكله عنده. نعم. ولو يقولون له لا ما عنده مشكله، بس انا اتكلمت عن جانب الفني في ما بين الشوطين، فريق ضدك ما قاعد يهاجم، قاعد دفاع تكتل دفاعي فقط، فانت هني ما في ليش اقعد ثلث ساعه من الشوط الثاني، انت تاخرت وهذا اثر على انك انت لو مغير من بدايه الشوط الثاني كان اعطيت فرصه لطريقتك وللاعبين انه ممكن يستفيدون من الوقت هذا. انزين حامد انت شو اللي شايفه؟ شايف بس حامد انت معقوله يعني مو مقتنع انه شو اللي شايفه انت حامد؟ هل شايف انه يضغط على الاداره ولا لا؟ انا اللي فهمت انه قال انه جبان لانه مو قادر يناقش الاداره. هو قصده انه يسمع كلام الاداره، الاداره ما تبي تلعب صفقات. هذا معروف مشكله. انت شو اللي شايفه حامد؟ متفق معاه ولا مختلف؟ انا اتوقع ان ريال مدريد لاني هل ثلاث سنين لها ظروف ان على الصفقات مثل ما نعرف انه يجهز حق الملعب الجديد او ابن الشغله هذه. نعم يعني انت مختلف مع كابتن محسن؟ شفت هذه النقطه اللي انت قلتها؟ شوف اذا كلام شفت هذه نقطتك اللي قلتها انت؟ أنا ترى قايلها العام قلت إذا المبالغ هذه الميزانية صرفت على الملعب راح تأثر على أن ريال مدريد يجلب لاعبين. نعم بس ما تأثر على البطولات، جاب لك الأبطال. لا أتكلم عن العام. العام طبعا ما يابلي لك كأس الملك. هل كلامك ينطبق على كلوب أنه مو قاعد يدش نقاش مع الإدارة ومو قاعد يطلب لاعبين؟ نعم هي نفس الشيء. بس إذا راضي كلوب راضي. نعم ما عنده مشكلة يقول لك أنا كمدرب شكرا حمد علي اني اوجد الحلول. نعم وضحت يا ابو عبد الله، شكرا لك حامد. عموما عندنا بريك، خلونا ناخذ بريك ونرجع لكم مره ثانيه. فالنتي عوده مره اخرى برنامج فالنتي، وليزر صراحه كل مره يتحفنا بموسيقى مختلفة، يعني الريال مزج حده ابو عبد الله، مزاجه عالي. نعم بس مشكلته يطفي عليك المايك. اي ما ادري ليش فجأة. لا هو يدري، هو ايه؟ انا اشكره انه قاعد يراعي، انا يدري ان انا تعبان. ايه وعندي ما تشوف شر يا ابو عبد الله. لا انا اقول لك للسبب. عندي خليني اكمل. السبب ليش تطفش فيه؟ شو السبب سهيل؟ خلاص انا قاعد اقول لك لان عندي هذه الشحطات انفلونزا وهذا، فهو ما شاء الله عليه دقيق في عمله. نعم على طول. سهيل شنو السبب؟ لا انت كثير اخذوا لزيزو، انه زيزو يابا وملاك زيزو. حبيبي هون زيزو تعود على الخميس، هلا عم يطلع على الثلاثة والأربعة، مشان حاطط ميوزك مبسوط. ايه عمدي يطلعوا الخميس. لا اليوم بيتأهل سهيل. اليوم بيتأهل ليزر. خلي وضح اكثر. واضحه ابو عبد الله. لا انا ابي تحليل عميق ابو عبد الله. خلنا بتحليلك يا ابو عبد الله، انت بدايه الحلقه قلت السيتي متأهل. يبا عطنا سبب. أي سبب؟ أي بطيخ. صار لك كم سنة السيتي بأسهل مجموعات. لاحظ السيتي. نعم. بالأبطال آخر خمس مواسم في أسهل المجموعات وأول بس يونج بويز ممكن يشكل مفاجأة. ما يا يونج بويز أيضا.
والله ما اعتقد الا يحب بانج سويسري ولا هذا يحطونه يستفيدون منه كبانج كنادي. لا تو سهيل يقول احنا مو بروضه، هذا يونج بويز موجود سهيل بالدوري الاوروبي، بويز ملعبه ماكل ثلاثه يعني ملعب الاتحاد ايش يبي يسوي؟ يونج بويز يفتح بانج في خصائص. يلا شوف السيتي في اسهل مجموعات بصراحه، هذه حقيقه يعني قادم من فوز كبير بسداسيه على بورتموند بالدوري واستعاد الصداره، يمكن اول مره هذا الموسم نشوف السيتي متصدر وفارق نقطه. كل الامور هذه يعني ايجابيه يعني، وايضا فايز على شو اسمه يونج بويز ولا فايز عليه في اللعبه الاولى 3-1 يعني ما عنده اي مشاكل يعني. وتو 6-1 ضد بورموث ما عنده اي مشاكل السيتي، المفروض احنا يعني تبي الصراحه يعني السيتي نتكلم عليه المفروض بالنهائي سيدي تحطه بالنص نهائي اما هذا يعني قاعد حتى بالمباراة لما تشوف تصريحات بيب غوارديولا ان لا غوارديولا يتكلم عن قوة الفريق هذا ما ادري في تصريحات له احس انها سخرية فيها. في وايد هالموسم هذا قاعد يصرح من الموسم الماضي قبل لا يفوز بالأبطال تصريحات فيها سخرية على الفرق يعني، قالك هذا فريق جيد وعانينا منه في المباراة الأولى وهو كان فايز يمتلك 3-1 يمتلكون مهاجمين جيدين يعني أنا ما أقول لك يعني أنك تقلل منه، لكن أيضا في تصريحات كثيرة حتى لما خذ الأبطال كأنه قاعد يقل، قال ها كنا يقول الحين ها رضوا علي الآن أنا أفضل مدرب الآن هذا الطموح اللي عرفت. نعم فتصريحات غوارديولا كأنه قاعد يسخر من الخصوم وهذه حقيقة. نعم على العموم أنا قلت لك وباركت حق السيتي طبعا ما في مجال خالص. نعم خلاص أبو عبد الله مبارك لهم من الحين. زين سهيل نعم. بما أن برشلونة راح يلعب وقت مبكر دورتموند ونيوكاسل برشلونة شاختر هذين راح يلعبون في تمام الساعة 8:45 بسبب التوقيت الشتوي طبعا كلنا راح نداوم سهرانين وسبه هالتوقيت هذا. سهيل برشلونه اول متاهلين؟ ايه بالتاكيد محتاج نقطه هو ليك هلا هو جديا يسعى لاحتلال المركز الاول كي لا يقع بالمركز الثاني ويطلع له بايرن ميونخ بدور ال 16. الله والله منتظرين مدفونه حق واحد قاعد انا اعتقد ان برشلونه هالسنه جاهز ما هني كل سنة يا معود اي جاهز انا اتوقع يا معود اي جاهز وبقوة كمان جاهز وبقوة اي انا اشوف انه اقول لك شيء يا ابو عبد الله لا برشلونة الفرق جاهزة السيتي وبايرن ميونخ لا بس لا حد يقول لي العام مجموعته كانت البايرن والانتر وطلع والحين مجموعته سهلة لا الفريق مبين برشلونة تركيزه اوروبي نعم ما يصير بطل بوجود البايرن. سهيل في أغنية نعم أنا بهديها على زيزو هو دي جي شو بتقول ملكش غير الكلام كلام ملكش غير الكلام حطك عحك عحك لا 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 قوية صراحة قوية أنا والله سؤال من أول قلت أنا بتمنى أنه نباريك بدوري الأبطال يا ليزر لا والله نصيحة لك يا ليزر لا لحظة شنو قلت أتمنى نباريهم بايرن بالدوري الأبطال دوري الأبطال كنت قلت نبارك له بالأبطال لا لا نباركها لما يطلع لا لا هو ابو عبد الله قبل النهائي ما راح يوصل شفت عنصر الخبره ابو عبد الله سهيل طول الفتره ساكت الليزر وما اعطيه على جوه عطى رد واحد صراحه قاسي لا سهيل اذا قسى صراحه قاسي جدا بخبره يعني. بس انا سؤالي ولا اغنيه بعد ما اعطيه نطلع من جو رياضه شوي الاغنيه هذه مله كلام بس منو مله ما باخذش منك كلام عذبت قلبي في الهواء انت المفروض تعرفون ابو عبد الله انا اصغر منك ما انا مو مركز على الرياضه كلام يا جماعه خلونا نركز على الرياضه بس منو اغنيته امانه شو بعرف بها حافظها والله سهيل بس حافظها ما يعرف المغني ممكن ان شاء الله حلال الحين نعم خلنا نسمع راي سهيل في مباراه برشلونه. شوف اليوم البارسا بالتاكيد تغير بارسا اليوم عنده طموح على المستوى الأوروبي يملك العناصر الجاهزة لكي يفرض نفسه على المستوى الأوروبي كان بحاجة لوقت احنا من قبل العالم يقولوا انه برشلونة جاهز لما اجى تشافي شارك بيوروبا ليج وخرج من فرانكفورت وما الى ذلك وكان وقتها نحن معنا حق اليوم لا اليوم تغير هذا الموضوع صح انه خسر الكلاسيكو ولكن معذور نوعا ما لانه احنا بعدنا ببداية الموسم كان عنده اصابات كثيرة خصوصا على مستوى
وسط. أكيد برشلونة رح يكون أول المتأهلين إلى دور ال 16، فريق بخوف نوعا ما، ولكن ما تخشاه من البارسا هو أنه بانتصاراته من بعد فوزه 5-0 بسبتمبر شهر 9، من وقتها إلى اليوم كل المباريات اللي فاز فيها فاز فيها بفارق هدف واحد. هل هذا بيعني أنه تشافي رجع لأسلوب الموسم الماضي؟ هل هذا الشيء كافي؟ إيه أو لا؟ خلال المباريات المقبلة ممكن نحن نتعرف أكثر على يعني التفاصيل الخاصة بالبارسا. فقط بدي أشير لأنه اليوم في مشكلة تهديف على مستوى برشلونة. ليفاندوفسكي 6 أهداف، فيران توريس 5، جواو فيليكس 3. ما عندك هداف واضح، ما عندك هداف واضح مثل مثلا بينقذك دائما مثل السيتي، مثل بايرن، ما حتى الريال اللي ما عنده هداف عنده لاعب عنده دور الإنقاذي اللي هو جود بيلينغهام. نعم. هو منه هداف ولكن إنقاذ. أما برشلونة اليوم بعد في شك، بعد في شك عندما تكتمل التشكيلة أنا برأيي ممكن إحنا نحكم على البارسا. زين سهيل، أنا إذا بسألك يعني ترتيب المرشحين للشامبيونز ليج تعطيني أول 3 من خلال رؤيتك في أول 3 جولات. رقم 1 مرشح رقم 1 بوجهة نظرك؟ في عندك سيتي. نعم. عندك بايرن. نعم. الريال. أنا شوف الريال رقم 3. الريال بأسوأ، لأن الريال نحن هذا الموسم ليست بالتشكيلة المكتملة، ومشاكل فينيسيوس ومشاكل بالدفاع وحارس المرمى. نعم. وحارس المرمى. نعم. بس أنه الريال بدوري الأبطال فريق آخر. نعم. ما فيك بدك تحطه غصبا عنك يعني. نعم جميل. عموما عندنا بريك، خلونا ناخذ بريك. نعم ليزر، ليزر يطلب بريك بعدين يقول فاجأتني. الغنية الغنية أبو عبد الله قبل ما أطلع لك أرشح لك. إيه عطني 3 مرشحين. نعم. السيتي 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 السيتي. إيه. ولا باير ولا ريال ولا بطيخ، سجلها علي. بوجهة نظر أبو عبد الله الفريق الوحيد الذي يتمتع بمصادر تهديفية متنوعة، ما يعتمد على لاعب بلقام هاري كين مبابي. الوحيد. نعم. السيتي اللي يتمتع في مصادر. شفت يا ابو عبد الله لما قلت وجهة نظرك؟ ادري ادري. ايه انت شايف يا ابو عبد الله كله بيخرب عليك عشان لا تقول انا قطعت المي. زين سوي فيه سهل عيل. عموما عندنا بريك، خلونا نطلع بريك ونرجع مره ثانيه. فالنسي 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 الدوري الانجليزي. عودة مرة أخرى، هالمرة مع الديربي اللندني، توتنهام وتشيلسي. عموما مباراة جميلة، مباراة ممتعة. توتنهام حتى وهو ناقص يحاول يلعب بخط دفاع متقدم. خلونا نشوف الصورة قبل ما ندخل في تفاصيل المباراة. أنا باخذ بس تعليق رواد البرنامج. كابتن محسن شايف الصورة هذه؟ طبعا النتيجة كانت تشيل يعني طردين من توتنهام، وطبعا تشيلسي بعد قدر يحقق انتصار 4-1. يا اخي هذا المدرب انجي ممتع، ممتع وشجاع. اقسم بالله لو مدرب ثاني كان شفت هذول كم لاعب بقى؟ 8 عنده؟ 8 هذول 8 كلهم بال 18. صدقني بس اكل 4 هذه كانت أكل واحد. اكل 4 متى اكل 4؟ متى اي متى اكل 4؟ هو انطرد متى عنده لاعب؟ 55 دقيقة 55. نعم. في الدقيقة 75 يا الله سجل تشيلسي. وهذا ينملك، شفت هذا الصورة الدفاع المتقدم، هذا يدلك على ان فريق تشيلسي هذا ما راح يروح بعيد. انا اقول لك ليش. ليش ابو عبد الله؟ انا اقول لك ليش، راح تسجلوها علي طول الموسم. ما في الا لاعب واحد خبره اللي هو ستيرلينج، هو اللي عرف شلون يكسر المصيده هذه. الباقي اللي معاه كلهم شباب وكلهم ما يمتلكون الخبره، لذلك نجح توتنهام لمدة 20 أو 25 دقيقة في نقص عددي لاعبين إنه ما يدخل مرمى أي هدف. نعم. هذا المفروض الفريق فايز أمس 6-7، وجاكسون هذا اللي سجل 3 مفروض مسجل هاتريك ثاني بعد. صراحة ما سجل. هذه لا، هذه هني يبين لك إن يعني قلة خبرة. الوحيد هو ستيرلينج اللي أنا ملاحظه كان عند النقطة هذه اللي يكسر التسلل هذا أو الدفاع المتقدم هذا. نعم. سهيل شنو تعليقك على الصورة هذه؟ البعض يقولنا انتحار تكتيكي هذا.
ليك طبعا انتحار هذا. شوف اليوم انت عندك عدد من المدربين مثل كونتي بيلعب ثلاثة بخط الدفاع، ان شاء الله عم يلعب ضد اي فريق خلص بيلعب ثلاثة بالدفاع، ما خلص هو مقتنع بهيدي المدرسة. اليوم لما المدرب بظروف مثل هيدي ضل متمسك بالرسم التكتيكي وبالخطة اللي بينزل فيها على الملعب رغم خسارة لعبين، ومثل ما قال هلا الكابتن انه ضلوا حوالي 20-25 دقيقه بعده محافظ. صحيح بعده محافظ. لا وتوتنهام بغى يسجل هدف 100% ايه حط هدف وحصلوها اوف سايد ما بعرف شو. اوكي انا يعني انا بمنح انجي بوستيكوغلو 10/10 هالمباراه. يجب ان نقول بانه هذه المباراه لا يبنى عليها لا بالنسبه لتشيلسي ولا بالنسبه لتوتنهام. بالنسبه لتشيلسي انت عم تلعب ضد فريق ناقص لاعبين، 4-1 لا تعني انه ما بتعطيك مؤشرات انه انت تحسنت. انتبه يمكن يكون هذه المباراه خلينا نقول فخ لك. وبالنسبه لسبيرز استميحه العذر لانه كان منقوص من لاعبين كان حظه شوي سيء، وبالتالي ما بحس انه هذه المباراه رح تاثر على مسار توتنهام على مستوى المنافسه على لقب الدوري. وبدي اشير لانه بخساره سبيرز امبارح بالليل كل الانديه الانجليزيه بالدوري الممتاز تعرضت لخساره واحده على الاقل. نعم اكثر ما ضر توتنهام. شوف انا وجهه نظري لما سجل هدف في بدايه المباراه توقعت توتنهام راح يفوز بالمباراة في النهاية. أنا كمان. هدفين ثلاثة لكن تفاصيل الطير مو تفاصيل لا لا, لا 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 الفريق لما قلت لك ذيك المرة معدل أعمار 22-23 نعم صحيح عنده طاقة مو طبيعية. شنو اللي خسر أمس توتنهام؟ الحماس الزايد. نعم الاندفاع الزايد. هني هذا عمل مدرب هذا راح يبني عليها. أنا أختلف مع سهيل راح يبني عليها الأخطاء هذه اللي وقع فيها يبني عليها لأن توتنهام أنا أتوقع من الصعب أي فريق يتغلب عليه وهو كامل. نعم. من الصعب. نعم سهيل يعني تفاصيل المباراة هذه يمكن يكون لها تأثير سلبي بعد هذه المباراة، يعني في إصابة لفان ديفين، في كذلك طرد على روميرو، في طرد على أيضا المدافع أودويغا أعتقد. نعم. فهذه الأمور راح تأثر يمكن حتى المباراة القادمة ترى على مستوى الستي. قصير على أيه؟ مستوى قصير يعني حتى في الثلاث مباريات القادمة راح تكون مؤثرة. نعم ولكن نحن يجب أن لا ننسى بأنه توتنهام لا يشارك على المستوى الأوروبي ففترة التعافي بتكون أكبر. صحيح. أما عندك أندية الأخرى أندية القمة خلينا نقول بإنجلترا عم تشارك سواء بدوري أبطال أوروبا وأيضا باليوروبا ليج وأيضا بالمؤتمر، عندك عدد كبير من الأندية تشارك بالمؤتمر، وبالتالي فترة التعافي التي سوف يحصل عليها توتنهام على مستوى يمكن الإصابات وأيضا على مستوى إعادة اللاعبين إلى السكة الصحيحة. يعني اليوم أنت فيك تقعد هلا أسبوع يمكن أو أكثر تعالج الهزيمة هيدا على المستوى الذهني لدى اللاعبين عندك، ما رح تكون أنت ملتهي خلينا نقول بدوري الأبطال أو بيوروبا ليج. فبرأيي أنا الوضع بعده إيجابي بالنسبة لسبيرز. وهذا اللي قلت لك أنا وعبد الله. ليش قلت لك إصابات؟ كله من الحماس والاندفاع، اندفاع بدني مو طبيعي. زي أبو عبد الله أنا بكلمك عن تشيلسي، حسيت ان تشيلسي مو عاجبينك. لا. يعني انت حسب كلامك تقول ما استغلوا الفرص، طاحوا مسد التسلل اكثر من مره. طبعا بس فاز 4-1 يا ابو طبعا فاز. طب هو المفروض يفوز 6-7 ترى مو 4 وايد. تدري الهدفين الثالث والرابع متى دخلوا؟ في الدقيقه 94 في الدقيقه 97. شوف لهالدرجه. تدري ان توتنهام اضاع فرصه التعادل وهو ناقص 2 التعادل، لأنهم لما سجلوا ثاني تشيلسي دقيقة 75 استمر ليه دقيقة 94. تتكلم أيضا عن 20 دقيقة ثانية غير ال 20 دقيقة الأولى اللي نحسبها من الطرد. كل هذه أمور تبين لك أن تشيلسي لو الفريق توتنهام كامل كان خلص عليه من زمان، خلص المباراة إذا مو 3-4. نعم فيمكن التفاصيل الطرد وغيره والإصابات أثرت بشكل إيجابي على نادي طبعا هو دام أنه بمشروع. نعم. أو أذكر المدرب أنه كان مشروع كبداية زين. لا تنسى وين كان موقعه، كان ترتيبه تقريبا 11 أو 12. نعم يعني أم فوز أمس يا له هدية نقول من السماء. نعم سهيل ندخلك على موضوع دوري أبطال آسيا ونادي الهلال انتصر على مومباي 2-0. نعم الهلال شكله يصير لتحقيق البطولة. ليك هل تشعر بأنه نيمار له يمكن قيمة
بالهلال رغم انه الصفقه الاولى تعتبر انا عم بتنزل لي الى جانب كريستيانو رونالدو الصفقه الاولى، تشعر بانه الهلال منه عم بيعاني من غياب نيمار. نعم. ولا كانه وضمن التاهل الهلال يعني. نعم. حتى بغياب. نعم. نيمار. نعم نعم. منذ انطلاق الموسم الى اليوم يعني خلينا نحكي نحن عن بطوله الانديه العربيه يلي وصل الى المباراه النهائيه، نحكي عن الدوري، نحكي عن دوري ابطال اسيا، عن حتى الكاس، خاض الهلال 24 مباراه 17 فوز 3 تعادل وخسارتين، والخسارتين بكأس الأندية العربية اللي بعد ما كان بعده جاهز، بعدهم اللاعبين تحديدا الأجانب كانوا واصلين جداد على الهلال، وبالتالي أنا بشوف اليوم الهلال يعني مع النصر، ولكن النصر بضل عندك شك شوي فيه خصوصا على الحراسة. دائما يعني بكون باستوديو دائما الكابتن محسن بيقول أنا عجبني النصر ولكن حراسة المرمى صحيح. أما الهلال بتحسه مكتمل على مستوى الدفاعي، سافيتش وكوليبالي وعندك قدام متروفيتش، بصراحة هي الصفقة الأكثر نجاحا إلى اليوم في الدوري السعودي من بعد كريستيانو رونالدو. متروفيتش دائما حاضر، بس بدي أشير لأنه الهلال بدأ حملته بدوري أبطال آسيا بتعادل على أرضه. نعم أول مباراة عدل وبعدين لك بعدين رجع استعادة بصعوبة بصعوبة بالدقائق الأخيرة ورجع بعدين فاز على فريق نساجي الإيراني وأيضا فاز على فريق الهندي موباي 6-0 و2-0. أعتقد بأنه الهلال قادر أن ينافس الأندية القادمة من اليابان ومن كوريا ومن أستراليا في الأدوار الإقصائية. نعم أبو عبد الله، بتخلك موضوع الاتحاد، الاتحاد صدمة خسارة 2-0 من القوة، شيء متوقع أنه يخسر الاتحاد في ظل النتائج السيئة في المراحل الأخيرة، إلى متى حق آخر 5 مباريات ما فاز فيها بالدوري، آخر فوز على الفتح في شهر 9، لما تيجي حق بداية الموسم بدأ بداية قوية، فاز في 4 مباريات، سجل 12 هدف وما استقبل أي هدف. لكن نقطة التحول وين؟ في مباراته مع الهلال. تصور أنه متفوق 3-1 على الهلال، 4-3 كان متفوق 3-1، ومن ثم يستقبل في 10 دقائق يستقبل 3 أهداف ويخسر من الهلال. هذه كانت المباراة كشفت سوء الضعف الدفاعي والتنظيم الدفاعي ككل. نعم. الفريق كشفت مشاكل كثيرة، عطت مؤشرات للأمام أن الوضع مو جيد، وفعلا خسر من الأهلي، خسر من الشباب، لكن لما تيجي حق الأبطال هو الآن متصدر. نعم. مع القوة الجوية عنده 7 والفريق الإيراني 7 هو 9، كل هذه الأمور واللي قاعد يعاني منها جمهور الاتحاد، أنا أتمنى أن الجمهور يتبلغ. يعني ترى في نظام الحين في تغيير مدرب، أنا مع تغيير مدرب، أنا رأي شخصي مع تغيير المدرب خلاص. نعم. خلاص يعني وصل لطريق مسدود. ثاني شغلة، في الآن نظام لجنة الاستثمار في السعودية، هناك 4 أندية اللي هي الأهلي والهلال والاتحاد والنصر. نعم. هذه ما ينشال المدرب عن طريق مجلس الإدارة. نعم. في رئيس تنفيذي، في مدير رياضي، ترفع له توصية ومن ثم ترفع للجنة. الجمهور فاهم غلط، شيل سانتوس الإدارة، شيل سانتوس الآن، موضوع مو بيد الإدارة. وفي فريق خامس في دوري يلو اللي هو القادسية تبع. نعم. أرامكو أيضا الفرق. لا تشوف أنت الحين أندية الشباب والطائي غيروا مدربينهم، هذولا مو من ضمن الأندية راح يكون الموسم القادم. هذا يقدر قرار. نعم. قرار المجلس إدارة يشيله بدون ما يرجع حق رئيس تنفيذي ومدير رياضي أو لجنة. كل هذه الأمور تبين لك أن لازم المدرب هذا يتغير في الوضعية حال، لكن وين؟ عبر قنوات وتسلسل. الوضع صعب بالنسبة للاتحاد. نعم. ما يكون مباشر. قريب. نعم. جدا من كأس الأندية العالم. نعم. فقاعد يعاني الحقيقة. أنا في نقطة، حمد الله ليش يلعب؟ ليش يلعب؟ حمد الله بعد ما فازوا بالدوري الموسم الماضي، الوكيل ماله شرط على نادي الاتحاد أن أنا ألعب أساسي طالما أنا سليم مو مصاب. وهذه نقطة يعني أنت قاعد تفرض على شرط غريب هذا. إيه طبعا، شوف في أمور مو مبينة. نعم. هذا راح يضغط على نونو سانتوس أنه مضطر حمد الله وبنزيمة. يا عقد بنزيمة، ما أقدر أقط بنزيمة. فإن بنزيمة وحمد الله في المقدمة
وكمنظومة وعنده لاعبين إصابات وعنده لاعبين هو تخلى عنهم، كل هذه تراكمات على الاتحاد اللي قلنا لك آخر خمس مباريات كله ما يعني ما فاز. نعم، عموما وصلنا لختام الفقرات، فقرتنا الأخيرة yes or no. yes or no. فقرتنا الختامية فقرة yes or no، الإجابة فقط بنعم أو لا من غير تبرير أو تحليل. يا كباتن سهيل، ميلان وباريس ستنتهي بالتعادل؟ لا. أبو عبد الله؟ لا لا لا، ما في تعادل اليوم. من يفوز؟ سهيل تمن شاي فايز. أنت قلت yes or no. خلاص أوكي. براندت سيسجل الليلة سهيل. فولكروغ. يعني لا. لا. أوكي. أبو عبد الله. لا. الإصابات الكثيرة سترجح كفة دورتموند على نيوكاسل. نيوكاسل عنده إيقافات وإصابات. نعم. نعم. أبو عبد الله. وإذا عنده إصابات هذا الفريق الإنجليزي قوي بدنياً. يعني لا. لا راح تأثر. أوكي تأثر. نعم. نعم. أوكي. برشلونة سيضمن التأهل الليلة ويكون أول المتأهلين سهيل. بس ما بس ما كتير شوف حاله أنه بس التوقيت هني قبل. أي توقيت قبل. يعني مش أنه هني كتير قوي يعني. لا أبو عبد الله سهيل. نعم أو لا. شو السؤال؟ أول متأهلين برشلونة. نعم. أبو عبد الله. التوقيت. يلعب قبل السيتي. لأنه نعم. التوقيت بس. مبروك زيزو. ما لا شيء. مبروك زيزو. مبروك زيزو. نعم. إنزين. سؤال الأخير عن فينيسيوس أبو عبد الله. فينيسيوس انخفض مستواه الفني بسبب موضوع الاستفزاز. نعم بالتأكيد سهيل. بالتأكيد. أبو عبد الله. ما في شك. ما في شك. مؤثر تأثيره كبير على الفريق. نعم. شكرا سهيل. شكرا لك. أبو عبد الله. شكرا السادة المشاهدين والمستمعين، ونشوفكم على خير باكر إن شاء الله.